عدد لا يحصى من الخيوط والمسامير تستخدمها فنانة عراقية لتنتج في النهاية صورا لمشاهير من جميع أنحاء العالم. تتقن الفنانة الشابة رافي الرضوان كيف تسحب الخيوط الصحيحة لرسم صور معقدة. فن الفيلوغرافيا اللي هو الرسم بالمسامير والخيوط بعدة فروع، هذا الفرع اسمه اسلوب بيتروس فيرلس. ليش اسمه هيك؟ لانه نسبة للفنان اللي اخترعه. شلون يكون هذا الرسم؟ اول شيء نسوي دائرة من البسامير، وبتقاطع الخيط نكون ملامح، يعني مناطق الضوء بالوجه ما نمرر بها خيط كثير، ومناطق الظل يعني نكثف بها طبقات الخيط. يبدأ عملها بدق المسامير على لوح خشبي، بعد ذلك تقوم بوضع الخيوط من خلال ربطها بالمسامير وترتيبها بعناية لرسم الشكل الذي تفكر فيه. شاركت رافيل في عدد من المعارض في الموصل، واقترح عليها عشاق هذا الفن صنع صور لمشاهير لتسويق أعمالها بسهولة. أنا اختاريت هذا الفن كونه نادر بالعراق وماكو بنات هواي يشتغلوه، وخصوصا بالموصل ما كان اكو اي احد مشتغله. وقد يستغرق الامر من رافيل ما يصل الى اسبوعين لانهاء الصوره الواحده، وتتراوح اسعارها ما بين 80 الى 150 الف دينار عراقي.